هذه الأيادي تبدع في تكوين أبهى الأشكال في مهنة صناعة الفخار، حيث تعتبر من أكثر مهن قدما في مدينة حلب، فهي مهنة متوارثة عبر الأجيال، امتدت من الأجداد للآباء إلى الأبناء. يتميز متقنوها بعشقهم للمهنة وحبهم لكل تفاصيلها، رغم ما تحمله من مشاق، إلا أن حسهم الفني يتغلب على كل الصعاب في هذه المهنة لإنتاج أشكال متنوعة من الفخار الذي يمتاز بجماليته. مهنتنا هي طبعا قديمة، كتير قديمة، من زمان الأنبياء سيدنا نوح عليه السلام، ونحن متوارثينها من 500 سنة. نحن بمهنة فخار متوارثينها، وأنا كمان أعلم ابني إن شاء الله مشان ما تنقرض، لأنه المهنة هي فعلا صار يعني قليلة ببلدنا تنعاد على الأصابع. طبعا مهنة كتير فيها، يعني هي حرفة فنية، فيها فن وفيها ذوق، يعني إذا واحد ما بيحب هالمصلحة هي ما ممكن يبدع فيها. طبعا أنا مو بس إنه تورثت، أنا حبيتها، ولما حبيتها صرت أجدد فيها، أطالع شيء جديد غير الأجداد اللي كانوا يشتغلوا. على سبيل المثال يعني كان أول الموديلات هي كوز وكوع وجرة، موديلات بتنعاد على الأصابع كتير قليلة. هلأ صار شيء للديكور، شيء للاستعمال، من الطناجر للطبخ، الأبريق المي، لسقوف الزريعة، للشلالات المي، شلالات كتير كتير ما بتنعد. لحد الآن أنا صار لي من أول عمري بشتغل بهالمصلحة هاي، ولحد الآن بطلع شيء جديد عندي. التربة هي من ثلاث أنواع مخلوطة مع بعضها بنسب مقادير معينة، ما بصير شيء زيد عن شيء. يعني في من الرمل مسكنة، في تراب الأحمر هون جزء بسيط كتير بسيط هون من حلب، وفي من منطقة تدمر تراب اللون الصفرة منطقة تياس بالضبط، بنخلط منهم وطبعا بتصفوا بتصولوا بالماء، بعد ما يتنقوا بالمية مية بتصولوا بصيروا جاهزين، يعني الطينة بصير طينة جاهزة. عدد قليل ما زال يحافظ على المهنة رغم ما طرأ عليها من تغيير من وسائل العمل التي ساهمت في توفير جهد كبير عليهم، إلا أنهم طالبوا بضرورة دعمهم وتقديم التسهيلات اللازمة لهم للاستمرار والحفاظ على مهنة الأجداد والتي تعتبر من تراث حلب. العجل المهم كانت أول يدوي، هلأ حاليا على الآلة. أول كان من زمان أجدادي كانوا يدوسوه بإجريهم دوس، طبعا شيء متعب كتير كتير متعب، وحتى الدولاب كانوا يفتلوا بإجرهم فتل. نحن الحمد لله يعني ريحنا حالنا شوي، الدولاب على الكهرباء، دعسة مثل دعسة السيارة، بتحكم السرعة اللي بدي إياها. وطبعا تم هي مهنة يدوية، لو أنه دخلت فيها الآلات بس تم مهنة يدوية. بعد ما نشتغل القطعة، بعد ما تنشف ساعتين ثلاثة حسب الجو، ممكن ركب لها إذن أو بلبولة أو حط لها زغرفة. الزغرفة هي بدها تكون شوية ناشفة، ممكن ناشفة كتير مشان تتجانس معها وتصير قطعة منها وفيها مشان ما تفك. في أثر الرطوبة راح تتفجر بالفرن. بعدها بنحطها بالفرن وبنشويها على درجة حرارة 900. هي أول مرحلة. نصيحتي والله اللي يشتغل فيها لازم يحبها حتى يبدع فيها. هيك بقول. وإذا كان كلام نبوي، إذا عملتها فأتقن. تمتاز الأواني الفخارية بطلبها نتيجة جماليتها ودورها الحيوي لحفظ كل ما تحويه، وتستخدم إضافة لذلك لأغراض الزينة في المنازل والأماكن العامة. مصطفى كوسى، الإخبارية السورية، حلب الشهباء.